ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من أثينا الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات. أستاذ دكتور عبد اللطيف، بعد التحية، نتابع يوما بعد يوم بيانات التضخم وارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل الإمداد في مختلف دول العالم بالطبع بقيادة الأزمة الأوكرانية. يعني كيف تقرأ الوضع عالميا واقتصاديا، وكيف يمكن مواجهة هذا التضخم ومعدلاته المستمرة؟ الحقيقة أولا يعني تحيات لكم المشاهدين. الحقيقة أنا يعني نتيجة أيضا عودة لحد ما الأزمة، أزمة كورونا إلى الصين، وهي أيضا ممول أساسي للعديد من السلع والمواد الصناعية والأجهزة، وبالإضافة إلى ذلك طبعا استفحال الأزمة في أوكرانيا و يعني تبادل القطع الإمدادات أو السلع أو الوقود أو ارتفاع أسعار الطاقة، وقيام العديد من الأفراد بعمليات التخزين على صعيد فردي، أدى إلى نقص في مستويات الإمداد في السلع وما يسمى ندرة أو نقص السلع، وبالتالي رفع أيضا هذا رفع أسعار السلع وأدى إلى مستويات عالية من التضخم نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للعملات الوطنية والعملات الأساسية في العالم كاليورو والدولار. وهذا ايضا نقص في على سبيل المثال علف الحيوانات والاسمده، ادى الى انخفاض ايضا عمليات الانتاج كالاجبان والحليب وايضا المواد الغذائيه النباتيه، فبالتالي هذا رفع معدلات التضخم ووضع ثقل على اقتصاديات الدول، فبالتالي هناك مشكله حقيقيه. واعتقد ان لمواجهه هذا الموضوع يجب على الدول ان تفكر من الان وصاعدا استراتيجيا بإيجاد نوع من الإنتاج الوطني للسلع الرئيسية وتأمين سلة الغذاء من الداخل أو صحيح. على الصعيد. طب برأيك يعني ووطني. مع ارتفاع معدلات وازدياد معدلات التضخم في دول العالم المختلفة، يعني ما هي السياسات النقدية الأبرز التي يمكن أن تنتهجها هذه الدول لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة؟ تشجيع المبادرة الفردية والإنتاج المحلي وتوزيع على سبيل المثال أدوار في العملية الإنتاجية على أقاليم الدولة، أو هناك تعاون إقليمي وقومي على مثلا على سبيل المثال المنطقة العربية، أيضا تعزيز التبادلات التجارية على صعيد محلي ووطني، لأنه الآن هناك مشكلة كبيرة، فبالتالي يجب دعم المبادرة الفردية في مواضيع الصناعة والزراعة صحيح ولتأمين سلة الغذاء، والا فاننا سنواجه مشكله كبيره. يعني كيف يمكن على سبيل المثال لدوله مثل هنغاريا او المجر كما نسميها ان تؤمن كما يطالبها الاتحاد الاوروبي بقطع استيراد الطاقه من روسيا حين تعتمد 100% بالطاقه على روسيا، وهناك ايضا دول في افريقيا تعتمد على سبيل المثال على 100% او 80% على القمح والذره وهي المواد السلع الرئيسيه، كما مثل 80% اعتقد مصر تعتمد على القمح من اوكرانيا وروسيا صحيح. فهذا يجب ان يكون هناك سياسات استراتيجيه لفهم ان العمليات صحيح. الاقتصاديه يجب ان تكون عمليات محليه صحيح. هناك تعاون اكثر اقليمي وقومي على الصعيد العرب لتامين سله صحيح. الغذاء وتعظيم مستويات الانتاج وتشجيع المبادرات الفرديه كما ذكرت داخل الاقتصادات العربيه تحديدا. اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله دكتور عبد اللطيف درويش، استاذ الاقتصاد واداره الازمات، شكرا جزيلا لك.